تعالى نرجع بقى للناس اللي هي ممكن يكون ظروف شغله بتخليه ان هو يقضي ساعات طويله قوي على المكتب او في مكان ثابت ما بيتحركش. معظم الاشخاص اللي بتمارس مهام العمل او انها بتكون قاعده على مكتب طول الوقت دايما تلاقيه بيشتكي من الام في الفقرات، من العظم بشكل عام، يقول لك انا حاسس ان انا ركبي او رجلي على طول وجعاني، انا حاسس ان فقرات ظهري على طول بالم، انا حاسس ان فقرات رقبتي فيها مشكله، انا حاسس ان عظمي بشكل عام بيعاني من مشاكل والام كتير. ازاي احنا ممكن نتغلب على ده؟ ان احنا نعرف الوضع الصحيح اللي احنا لازم نعمله عشان نحافظ على سلامه العظام. وايه علاقه الاكل او الاكل اللي احنا بناكله بانه العظم يكون قوي؟ ده اللي احنا نتعرف عليه مع ضيفنا اللي بينضم الينا عبر سكايب، دكتور شريف سلامه، اخصائي التغذيه والعلاج الطبيعي. دكتور شريف صباح الخير. صباح الخير استاذه اسماء، صباح الخير جميع المشاهدين. اهلا بيك يا دكتور. بس يا دكتور، الشكوى المعتاده من اي شخص بيقعد بيمارس شغله مرتبط بانه قاعد على مكتب طول الوقت، او ان هو مثلا بيستعمل جهاز كمبيوتر بشكل يعني كتير، او انه يعني معظم شغله مرتبط انه ثابت لا يتحرك لساعات طويله، دايما بيشتكي من الام الفقرات، العظم، الرجل، الايدين، الرقبه، مشاكل الام الفقرات والعظم بشكل عام. تمام، كلام مظبوط جدا يا استاذه اسماء. وتقريبا مش هقول 100%، ممكن 99% من اللي بيشتغلوا بمثل هذه المواصفات على اعمال مكتبيه او ثبات الوضع طويل او وقت طويل، ده بيعاني من الاعراض اللي حضرتك قلتيها زي التصلب في المفاصل او الفقرات نفسها، الام كتير قوي ممكن تؤدي الى الام كمان في الاعصاب الطرفيه زي الالام اللي في الايد او التنميل او كذا او كذا. دايما بنتكلم في موضوع احنا لازم نتابع مع علاج تحفظي، بقول عليه تحفظي على اساس ان احنا ما نضطرش ناخد علاج دوائي، لان ده اضمن واحسن كتير قوي نتفادى الموضوع ده عن طريق العلاج التحفظي، عن طريق بعض النقاط ممكن نتكلم فيها. دايما الانسان بيجي يشتكي من يقول لي مثلا يا دكتور انا عندي تصلب في فقرات الرقبه او تصلب في فقرات الظهر، مش قادر اتحرك، دايما بمشي ككتله واحده، مش قادر الف وسطي او الف ظهري وانا ماشي، ده صحيح، اتكلم وهكذا وهكذا. دايما كمان الشكوى المشهوره جدا، الانسان يجي دايما بيحس ان في الم مصاحب بحرقان، انا حاسس بحرقان في كتفي، انا حاسس بحرقان في رجليا، في منطقه الحوض، وهكذا وهكذا. دايما دي بتبقى خطوات سابقه للامراض المتعلقه بالفقرات والغضروف كمان، اللي هو الماده اللي بين الفقرات دي، الماده دي بتسهل او بتنقل الوزن بتاع جسمنا من الجزء اللي فوق او الجزء الاعلى للجزء اللي تحت. فعشان كده مهم جدا لما نيجي نتكلم على الظهر او الفقرات بنتكلم في نقطتين، اولا العظام، ثانيا الفقرات. دايما عن طريق العلاج التحفظي انا بنصح الناس اللي هم اللي اشتروا وقت طويل طبعا، اللي هم يتبعوا بعض النقاط زي مثلا اليوجا اللي هو عملية الاسترخاء في اليوم مثلا لمدة 5 دقائق في وسط النهار زي البريك مثلا، لما ناخد بريك لمدة 5 دقائق. دايما في حاجة اسمها كمان سيلف ستريتش أو الإطالة للعضلات، ده ممكن نعملها بدون أي مساعدة من أي حد وإحنا قاعدين كمان، زي ما أقول لحضرتك كده مثلا أنا قاعد على المكتب بتكلم إن أنا أحط إيدي على راسي من ناحية وأشد للجهة احدى الجهات، بحس ان انا بحس دايما ان في العضله نفسها شاده لدرجه معينه ونسبه على الوضع ده لمده مثلا 60 ثانيه. بنعمل نفس الموضوع على الجهه الاخرى اللي احنا برضو بنشد العضله، بالذات العضله اللي هي بتصل بين الراس والكتف، دايما العضله دي الناس كتير بتشتكي منها ودي بعض الاعراض منها اللي هي في كمان اللي احنا ممكن الاطالات للظهر. دايما احنا بنتكلم الظهر ده لازم نعمل اطالات على السرير او في مكان واسع، لا احنا ممكن نعمله كمان واحنا قاعدين على الكرسي من غير ما نتحرك، اللي احنا بس بنرجع بالكرسي شويه بنطلع للامام بنحاول نوصل للقدم من تحت بحيث يبقى في ستريتش ماركس اللي انت بتحس بيها، اللي انت دايما بتحس ان العضلات بتشد لمده برضه 60 ثانيه، ممكن نكررها مره او مرتين في اليوم.
دايما كمان في حاجه ناس كتير مش واخده بالها منها، الحذاء او اللي احنا لابسينه دايما في الشغل تقريبا من القعوش ده بيخلي جسم القدم نفسها تبقى في وضع معين او تحت توتر مستمر من التقلص العضلي. فانا بنصح الناس دايما كمان اللي يبقى في على الاقل ربع ساعه في اليوم اللي احنا بعد اذنك ان احنا نقلع الحذاء ونحاول نمشي بدون حذاء، ده بيرجع القدم نفسها للوضع الطبيعي بتاعها وما يحصلش فيه تقلصات عضليه كتير، بحيث ان هو التقلص ده بيزود من الضغط على الفقرات كمان. طيب دكتور خليني اسال حضرتك، انه ناس تقول لك طب انا على طول حاسس ان عظمي بيوجعني، يعني انه احساس انه الالم ده داخل العظم، او انه مثلا يقول لك انا ايديا صوابعي نفسها على طول حتى لما باجي اقوم باي حاجه حاسس بالام في العظم نفسه، هل في طريقه مثلا ممكن شخص يتبعها، نظام غذائي معين يمشي عليه بحيث ان هو يقوي عظم الجسم؟ كلام مظبوط استاذه اسماء. تمام، دايما لما بنتكلم في النقطه دي انا بتكلم عن نقطتين، اولا التغذيه السليمه للمنطقه او المشكله المنطقه اللي فيها مشكله زي العظام او الغضاريف دايما. تاني حاجه بتكلم فيها عن العادات اللي احنا دايما بنتبعها اثناء الشغل او الفترات الثبات الطويله دي. الاغذيه دايما بنحاول نتجه للاغذيه اللي فيها او غنيه ب حاجات زي فيتامين سي مثلا، ده مضاد للاكسده مهم جدا، وجميع مضادات الاكسده مهمه جدا جدا لغذاء الغضاريف والعظام. زي مثلا الشاي الاخضر، زي المغنيسيوم مثلا. انا بتكلم ممكن نتكلم بحيث الناس برضو تفهم المصطلحات الطبيه دي ممكن تبقى صعبه عليهم شويه، فلما بنتكلم مثلا لو احنا في الشغل بعد الفطار لغايه مثلا الساعه 12 اللي هو وقت البريك، او الساعه 1 لو في بريك مثلا في اليوم وكده، ممكن ناخد سناكس معينه زي الموز اللي هو غني جدا بالبوتاسيوم، وده مهم جدا للتقلص العضلي بحيث ان احنا نبعد عن التقلصات دي اللي هي بتسبب ضغط دايما على الفقرات، ودي بتدي فرصه كبيره للغذاء السليم او التغذيه السليمه للغضاريف. السناكس الثانيه ممكن كمان ممكن يبقى فيه بعض منتجات الالبان او كوب لبن جنبي دايما في الفتره اللي هي الصباحيه دي، ده برضو مهم جدا للتغذيه السليمه للعظام بما ان فيها كالسيوم كتير. زائد كمان المكسرات، بحيث ان احنا لازم نعمل توازن بين التغذيه السليمه والسمنه كمان، لازم نفكر في الموضوع ده علشان ما نوصلش لحد اللي احنا ممكن يبقى فيه وزن زائد في وقت من الاوقات. في غذاء كمان مهم جدا 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 الناس مش واخده بالها منه اللي هو الخضروات الورقيه، وبالذات انا بتكلم معنى اصح عن السبانخ. السبانخ دي يمكن اكتر غذاء متكامل موجود دلوقتي، لان في تقريبا 8 او 9 مواد غذائيه مهمه جدا زي فيتامين د، زي البوتاسيوم، زي الزنك، زي المنجنيز. فمهم جدا ان احنا ناخد السبانخ دي على الاقل مرتين في الاسبوع، تبقى زي وجبه خفيفه كده مع وجبه الغداء مثلا، او ممكن ناخدها بين الغداء والعشاء كسناكس طبق صغير كده. فده الانسان هيبدا يحس بفرق بالموضوع ده في خلال شهرين او 3 شهور من اتباعه فقط الحاجات اللي هي الغنيه اللي بتساعد على التغذيه السليمه للغضاريف والعظام. طب هل في اطعمه بقى يا دكتور ممكن تكون بتضر العظم او يعني او الغضاريف، يعني زي ما حضرتك قلت لنا ان في حاجات كتير بتفيد، ممكن شخص يكون بيتبع نمط غذائي معين او اسلوب حياته غلط فده بيخليه انه يكون عظام جسمه اكثر تضررا من الشخص العادي؟ كلام مظبوط استاذه اسماء. وللاسف احنا مش واخدين بالنا من حاجات كتير احنا ممكن نكون بنشربها في اليوم او بناكلها وهي بتاثر بصوره اساسيه او بصوره مباشره على الموضوع ده، زي مثلا اي حاجه فيها كافيين كتير زي الشاي والقهوه والنسكافيه، لما بناخده بنسبه كبيره ده بيزود من انتاج العامل الروماتويد اللي هو اسمه ار اف، ده بيزود من التهاب المفاصل، فتيجي مثلا بعد سنه نشرب قهوه كتير وهكذا، في خلال سنه الانسان يبدا يحس بالالام اللي حضرتك تفضلتي وقلتيها من شويه، الم في العظم، التهابات في العظم، ممكن توصل لتنميل في الاعصاب الطرفيه وهكذا وهكذا. في حاجه تانيه كمان زي اللي هي السكريات المحلاه اللي هي زي اللي احنا بنجيبها الحاجات اللي هي
نجيبها من السوبر ماركت مثلا، الحاجات المغلفه الحاجات الجاهزه دي ممكن نستعيض بيها بسكريات او مثلا حلويات محلاه بعناصر طبيعيه زي العسل النحل الطبيعي مثلا او السكر الطبيعي. في فرق كبير جدا بين السكريات المحلاه اللي هي من السوبر ماركت والحاجات اللي هي المنزليه. تمام، انا بشكرك جدا، وبكل تاكيد هيكون لينا لقاء اخر. شكرا دكتور شريف سلامه، اخصائي تغذيه والعلاج الطبيعي، بشكرك على وجودك معانا.